بقى هكلمك على نوعين تمام او ايه او ثلاث انواع تمام هعملهم لك في ازازه برفان، بس هخلي اي واحد بتاع برفانات تخش له بالبرفان ده تمام يسالك انت عامل الميكس ده فين، يسالك ايه الريحه الحلوه، يعني بتاع البرفانات هيسالك على البرفان اللي هقول لك عليه ده مليون في الميه، مليون في الميه فواحات، مليون حاجه ثباتها تقعد معاك من 3 ايام لاربع ايام تمام في هدومك وحاجه هتشرفك. ركز بقى معايا وقدر الفيديو بلايك، وتعالى اقول لك ايه الثلاث انواع اللي عاملهم لك ميكس دول. بص بقى هنقول لاي واحد بتاع برفانات عايزين 5 جرام سيلفر ماوتن ووتر تمام، 5 جرام سيلفر ماوتن ووتر و5 جرام سيلفر سنت، الكلام ده يا جماعه في ال 50 مللي جميل، و10 جرام كريد ايفنتوس. بصوا شايفين الازازه دي، جرب الازازه دي ترش منها رشه واحده مش رشتين، رشه واحده تمام لو ما حدش سالك عليها بحق، واحلى اخوات في الدنيا، واستنوا بقى ايه الفيديوهات اللي جايه. سلام عليكم.